And the top title winner is Al Ahli. The Egyptian giants were recently crowned champions of Africa for a record-extending ninth time, and after success in the league and the Egyptian Cup, landed a second treble in 15 years. Quite remarkable. 110 trophies have been won by the Red Devils. Your top title winners in the Middle East is, of course, from Egypt, Al Ahly. And accepting the award for Al Ahly is club president and Egyptian football legend Mahmoud Al Khatib. Would you like to say a few words on behalf of Al Ahly? Please come ahead. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن في البداية بشكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية للاحتفالات وللإنجازات الرياضية على المستوى العربي والعالمي. يعني النادي الأهلي وجوده النهاردة في مثل هذا الاحتفال هو بالنسبة لنا شرف كبير، وبيسعدنا وبيسعد كل أعتقد المنطقة العربية والأفريقية. النادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعني يقدم شيء نجاحات تنافس الأمور العالمية. نتمنى إن احنا ننجح في دوت إن شاء الله. النهاردة وجود النادي الأهلي كممثل للمنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير، أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. تاني بشكر كل السادة الحضور وبشكر مؤتمر دبي العالمي على هذا الاحتفال. يعني شكرا، السلام عليكم.